السلام عليكم شباب، وش اخباركم؟ شو سوين؟ فيصل الله وصلنا معكم اليوم، يعني اجيب لكم تغطيه بطوله كيو اللي صايره بالكويت، قاعه 8 ارض المعارض مشرف. واليوم هو اليوم الاول، تونا ما دخلنا المعارض لحد الحين. معانا كلنا علي وفيتش جيم نيشن ومع ابو عبد الحكيم، واحنا نغطي البطوله ان شاء الله. نشوفكم داخل. السلام عليكم شباب، وش اخباركم؟ معانا احد منظمين بطوله كيو صايره بالكويت ارض المعارض. حابب نسالك عن البطوله قبل دخول الحضور، ايش رايك بالحضور الحين؟ والله صراحة حضور يشرف، يعني جاينا ناس من كل أنحاء العالم تقريبا. عندنا ناس جايين من اليابان، من سنغافوريا، ومن أمريكا، ومن السعودية طبعا، من الخليج شباب عرب، ومن الإمارات جايين تقريبا 17-19 واحد، وكلهم يعني يحبون اللعبة، عرفت؟ والحمد لله يعني الحضور يشرف، وأحسن لاعبين بالعالم جايين تقريبا، فها يعني أساميهم هي اللي ساعدت على ان اكثر ساعدت على تواجد هذا يعني، والرقم هذا اللي موجود اللي انت تشوفه يعني. رايك بالمنافسه راح تصير داخل الحين؟ والله العظيم يعني انا صراحه ما عندي اي توقعات، لان في وايد اقوياء، يعني في وايد لاعبين مستواهم وايد قوي، بس لاعبينا اللي بالكويت هني بخصوص، يعني اذكر بالاسم عندنا محمد بهبهاني وعزيز 13 واللي هو اكس اكس اي في، وعندنا عبد العزيز قنون الهنيان، ومعن الفراج، وسعود العوضي نوكس. هذول يعني ادوا اداء صراحه وايد قوي قدام اللاعبين اليابانيين، واللاعبين اليابانيين يعتبرون من اقوى اللاعبين يعني اللي بالعالم، ويعني هم فيهم خوف، عرفت؟ يعني هم عبالهم اني راح ياخذون البطوله ويمشون، بس انه يعني صدفت اكثر من مره لاعب ياباني يسالني يقول لي هذا اللاعب الفلاني، يعني مثلا محمد باباني باي فريق ولا باي فريق، يعني في سسبنس على قولتهم، اي في حذر منهم، عرفت؟ يعني الحمد لله ربعنا مو يعني ما مستواه ما يطيب، وان شاء الله انا اتوقع راح يادون او انه راح ينافسون ويشرفون الكويت ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يخليك. رايك بالبطوله لحد الحين؟ والله ما شاء الله صراحه روعه البطوله، تنظيم جدا ممتاز، التغطية منك ومن قناة شباب روعة صراحة، والمستوى يعني ما توقعت اني بشوف بطولة بهالمستوى، مستوى بطولة ايفو صراحة كأنها ايفو مصغر، وهالشيء انا كنت اتمنى ان احضره واشوفه، فصراحة ما شاء الله. طبعا عندنا مارفل، عندنا ستريت فايتر، تكن تاكتر، انت لعبتي المفضلة اللي يمكن اشارك كلها على حسب زحمة المشاركين. ايش رايك انت تكن ما لها اقل اهمية هي باللعب بالبطولة هذه، فليش؟ طبعا تكن اقل اهميه، شفت بصراحه لا حد يزعل حقين مارفل وحقين ستريت فايتر، انا العب مارفل العب ستريت فايتر، بس اميل لتكن اكثر. ليش؟ تكن مستوى الصعوبه فيها عالي جدا، يعني تكن بحر صراحه بحر، يعني ستريت فايتر حلوه يبغى لها تايمينج في الكومبو، يبغى لها تعرف كومبو، يبغى لها رده فعل، يبغى لها تخطيط سريع. مارفل يبغى لها سرعه خرافيه، يبغى لك تحفظ كومبو في مارفل يعني، وبعد في مارفل في الجيم نفسه تقدر تغير مجريات اللعب كلها، لكن تكن يبغى لها تدريب كثير من ناحيه مهارات، لان فيها في عندك تكن اذا تبغى تتعلم موفمنت، سايد ستيب كانسلنج، باك داش كانسلنج، الويف داش، لايت داش، اشياء كثيره في تكن، غير الباوند، غير اشياء كثيره في تكن. فتكن بحر، وتكن هي اصعب. في واحد من قنوات الاجانب اسمه ماكسيميليان سالوه ليش ما تلعب تكن، على ما اظن ماكسيميليان هو لعيب مارفل ويشارك في بطولات ويلعب ستريت فايتر، فقال تكن المستوى الصعوبة فيها عالي جدا، يعني على قد ما انت توصل في ناس لازال افضل منك. في واحد عندي اسمه ريبل، لعيب تكن معروف ريبل، طولت انا في سالفة تكن، بس انه هذا اللعب اللي احبه، فريبل هذا محترف تكن. جاء واحد اسمه نيها زما، وتشوف ريبل لعبه خرافي، فجاني هزمة ولا اعطاه ولا راوند، يعني يقول لك انه على قد ما انت تلعب على قد ما تحصل ناس اصعب منك، يعني تكن اصعب لعبه انا اشوفها من ناحيه الاحترافيه، فلذلك هي اقل اهميه مع الاسف. حتى في اليابانيين يلعبون ستريت فايتر ومارفل محترفين فيها، وامريكا بعد، بس تكن اكثر محترفينها كوريين. بس اللي فاز ببطوله تكن طافت غيون هارت اللي بالكويت، ما حضرتها. ما زين لو تنافسه شو استوقعت انت؟ انا بنجلد بيرفكت شكلي. لا انا لاني بديت تكن على تكن 6، في نص تكن 6 مش من البدايه، هذا لبادي من تكن 3 وتكن 2 من زمان، يعني انا بديت على تكن 6
وكنت ألعب جست فور فن. في نص تيكن 6 بديت أحاول أن أتعمق في اللعب أكثر، لين ما وصلنا لتيكن تاك تورمنت 2 مثل ما تقول بديت أني أدخل في جو اللعب بشكل أكبر، وسويت فيديوهات ولازلت أن أطور التدريب يعني. يعطيك العافية يا أخوي، بالحظ ترى فزت عليك في اللايف ستريم بالحظ. إيه لاق فزت عليك في اللايف ستريم باللاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم أخوكم علي أورب جيمر غاد فيصل أوسم، وبنوريكم طبعا الحضور يعني ما شاء الله وايد، ورهم السيايير بس برا، ورهم السيايير يا حبيبي. شوفوا تحت يا شباب، ويعني شغل عدل شوفوا ما شاء الله، يعني ورهم الجهة الثانية بس. عطني زوم عطني زوم يا الحبيب، عطني زوم عطني زوم. تعال 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 تعال، كم 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 كم. طبعا شوفوا تحت يعني ما شاء الله في حضور من الإمارات، وفي يعني وايد شغلات فوق تحت. هذا إماراتي يعني لاحظوا شوفوا، يعني وايد في بنات في مزز في. طبعا البطولة برعاية كواليتنت، صور كواليتنت تحت. زين نوريهم عيسى وعليوي بس قاعد يوزعون تذاكر نازو كويت على يوفيتش. طبعا اللي جاي من المشتركين قصيدي بس اللي بيون يعني زين ببلاش راح يشون كلش كلش من قط التذاكر بالهواء، واللي ياخذ ياخذ. بعد شو عندك فيصل؟ هاي كان كل اللي عندنا. مو صاحي من قناه مجنون كوت. طبعا الاخ قاعد يضحك يعني. دخلت ببلاش هذه التذكره. طبعا دشيت المعرض من الباب كذي، طلع اليوفيتش بوجهي قال هاك اخذ، نعرف انك مو صاحي اخذ بس. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ معكم اخوكم محمد، والحين معي لاعب ويسترن وولز مات كاتز هير وذ مي بارتيسيبيتنج ان كويت وورلد تاور. اي ويل اسك هيم سيفرال كويستشنز ريجاردينج ذا تورنمنت. هاي هاو دو يو؟ ام فاين ثانك يو، اتس جريت تو بي هير، ثانك يو فور انترفيوينج مي. It's definitely nice to be back, super nice, you know. I came before for Kuwait Battle Royale, which was my first time to Kuwait. And, you know, this being my second time within 3 months, I think, something like that, it's a pleasure to be here. And you guys are amazing hosts. Thanks, you are the amazing one. What do you think about this tournament? Well, I mean, yeah, you guys have, the guys here have really looked after us, all the international players, and they're really about having fun and enjoying, you know, the tournament, and really making effort to make us as comfortable as possible. And couldn't really ask for more, to be honest. Yeah. That's good. This is the first tournament happened like this level. Yeah, of course. I mean, that many top Japanese players, Justin Wong from America, Zian from Singapore, obviously the level is really high here. So that's great that you've managed to see, secure that many... you know, that many top players in under one roof. Especially you. I do what I can. But yeah, so, you know, and it's like, and it's just a brilliant thing for the people of the Middle East to have an opportunity to come together and be with players that actually they would never have a chance to meet normally, you know, so that's a really unique thing, I think. Okay, can you tell me, what do you think about the level of Arab players in fighting game? Well, to be honest, I've always been quite impressed with the passion. You guys are very passionate about fighting games. You know, you guys, you take it very seriously, and it means something to be strong, to be good, you know, and I really appreciate that. Because aside from the ideal sort of wish of being the best, there's also this importance that you place in being around each other, in that you're sharing this passion together. And I kind of, if anything, hold that dearer than actually being the best, you know, because... You can be the best at something, but that's not going to, you know, give you satisfaction in a complete sense. I mean, I value people over sort of self-desire any day. I mean, do you know what I mean? I think long-term, if you look at, you know, the things that are done in this world, it's about people. When people come together is when things happen. Doing things alone, yeah, that might help you out, but I think when you share a joy, when you share a glory or victory, it means a lot more. And that's why prioritizing the community is where you'll maximize what you can get out of it. That's the important. Instead of personal interests, yeah. That's the important, sharing the game with other people. Yeah. That will and, make it more fun. Yeah, of course. So back to the original question of what I think about the level here. I think the passion is why you guys grow, why you guys get better. And the top, I've noticed that Kuwait
seems to be the leading country for Street Fighter 4 high level gameplay. And inside the top players, I really like Nox. I think he's a good player. I'm a Guy fan. I like Guy. I used to main Guy on Super, so I always like watching Guy players, and I appreciate, you know, how hard he is to use and stuff at high level. So I think Nox is really good. Ganon is very good too. Aziz is very good. Man is good too. So you have your players. You have your top players. You have your lineup of kind of the Q8, sort of like the Q8 pro level. You know, you have those players too. So that's good. And on Tekken, I think Saudi Arabia are the best in the Middle East, I've been told. So, you know, you have like an area that specializes in a specific fighting game. And I think the level is very good. I know that, because in comparison to like America or Europe, where they have bigger communities, I think that the level here is really, really good, because you don't have that many players. So your character knowledge might be limited in comparison to an area that has more variety of opponents. So with that said, I think you guys do really well, because when I'm in Japan, you know, I try to go to Japan maybe once a year or so. I meet with the Q8 players there, because they also go for SBO, Super Battle Opera Tournament. And when I watch them play in the arcades, they do very well. They beat a lot of the top players in Japan, and that's impressive wherever you're from. So I got a lot of respect for the players here, and they're all amazing guys. As you said, the only problem that we are used to specific characters. Right. But this is something that's global. This is a global problem. I mean, you're not going to have any country that has, even Japan, have their character holds between players. Yeah. I don't think there's any single player that knows every single matchup as well as each other. There are always holes in an individual's knowledge, which kind of is just something we have to deal with on a personal level. You know, you have to make sure that you're planning to attend an event, that you're prepared, that you're prepared for every matchup. And I know that's easier said than done, but as a mindset, you should try to work like that. So what you can use, though, is each other. You know, you can try to sub a character where you just play a character in order to give your community experience. Yeah. So I'll like to use a sub character, you know, in my weekly tournaments, because that way players around me get experience against that character. They get to know what they have. That's a good strategy. Yeah, so if you have 10 players, Try a new character once a month. If you're already bored of what you're doing with each other, you know, with the character matchups that you have, and you know he does this here, you know all the mix-ups between you, make it more interesting. Have like a tournament, a fun tournament where everyone has to use a new character. So you schedule it like in you organize that you'll have a tournament within in a month. So every player, all your 10 guys, have a month to train up that new character. And it's also about your effort then, because who puts in what effort in that space of time. Yeah. So, and it doesn't matter if you don't get to like a really high level, but even having an idea, just knowing the basic punishes, even these things can really enhance your knowledge in character matchups. Gaining experience. Yeah, and also getting the feel for a character. If you actually use a character, that can help you when you're fighting that character, because you know what they need to look for, you know what meter they need for what options, and stuff like that. It really helps. Yeah. That's how I was... strategy to me. That's very it, and it's actually fun. You make the game more fun when you explore, and I think that's always good. Always good. Last question: if there is in future, if there is another. No, I'm never coming again. No, I'm just kidding. Why? We are happy to have you. I was just kidding. Were you going to say if there is an event in the future? Sorry, I cut you off. Sorry. Yes, you'll be here. I would love to come again. It would be a pleasure to come back if you have me. Because I will come if you are coming. If you're not coming, I will not come. Oh, come on. That's too I'm happy to see you, man. Thank you. I appreciate that. It's nice to meet you, too. Nice to meet you, too. But yeah, I love you guys. I love you guys. Like, the food is great, too. Yeah. And the events are great, too. So yeah, thank I'll you. Definitely be back. Inshallah, we'll see you in any other tournament. Okay, great. Thanks. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Second time here, so I see a lot of familiar faces I saw, and now a lot of new faces. And I hope to play with all you guys and show you some good Marvel's Capcom 3 play and some good Street Fighter 4 play. And you know, you guys have been treating me really well, and you know, it's like family here. I feel like I'm treated as family here. And just, you know, shout outs to the White Tower guys. They put a great event here. Bahala. Have you been?
Japanese Sagan Prayer. هاي كانت نهاية تغطية اليوم شباب، أتمنى أن كانت أعجابكم. أشكر فريق الجبوت الأبيض وايد تابعوا على تنظيم هذه البطولة، وأشكر السبونسر هذه البطولة كوالتي نت على دعمه مثل هذه المشاريع الشبابية، وأشكر الشباب اللي ساعدوني في تغطية البطولة قناة جيم نيشن علي يوفيتش ومحمد إكسرجال، وما ننسى السحبة أبو عبد الحكيم، كانت من أفضل البطولات اللي غطيتها. شيكوا على تغطيات الشباب في قنواتهم تحت بالدسكربشن. هكذا كنا عند اليوم، شوفكم على خير، السلام عليكم.